يواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقد جلساته الاعتيادية مع وجود بعض الصعاب، حيث لا يزال ممثلو الحراك الجنوبي غائبين عن الجلسات، الأمر الذي يحتم على جميع المتحاورين في المؤتمر استشعار مسؤوليتهم والتفاعل مع هذا الحدث الديمقراطي الهام تجاه الوطن والعبور به إلى بر الأمان. هناك طبعا في إطار فرق العمل الستة تقريبا استكمل العمل، يبقى فقط التصويت عليها. هناك إشكالية متعلقة فقط بمكون الحراك الجنوبي السلمي، كانت لديه مجموعة من التحفظات الآن بصدد التعاطي معها. إجمالا المؤتمر يسير باتجاهها طبيعي، ما يحدث من وجهات نظر مختلفة هي في الإطار الطبيعي، لولا هذه الوجهات النظر المختلفة لما احتجنا لهذا المؤتمر. مناقشة لجان الاستقبال في الكليات العسكرية محور هام ناقشه مجموعات الجيش والأمن والمبعدين والمخابرات في فريق بناء الجيش في مؤتمر الحوار الوطني. فريق الجيش والأمن يعمل ليل نهار منذ نهاية الإجازة، إجازة العيد السعيد، وقد أكمل ثلاث مجموعات أكملت تقاريرها، وبقي مجموعة ستستكمل نقاشاتها وإقرار تقريرها اليوم، بحيث يعرض التقرير النهائي على الفريق كاملا لإقراره وبالتالي تسليمه إلى رئاسة المؤتمر. سيطرة الدولة وبسط نفوذها وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة ومعالجة قضايا النازحين وعودتهم إلى ديارهم بعد أن شردتهم الأحداث التي شهدتها صعدة وغيرها من القضايا ناقشها فريق صعدة. كلف الفريق المشكل منه لإعداد التقرير النهائي، وهو الآن وأعتقد في خلال 48 ساعة إن شاء الله سيتم الموافقة من الفريق المختار ويقدم إلينا إلى الفريق للإقرار، واللمسات الأخيرة هم الآن في اللمسات الأخيرة ولن تزيد إن شاء الله عن 48 ساعة. أما فريقا العدالة الانتقالية والتنمية الشاملة فقد ناقش تقريرهما النهائي لتقديمهما إلى الجلسة الختامية من المؤتمر. تقرير على وشك الإكمال تقريبا جزنا في 90%، ونتمنى من الأخوة البقية الذي لم يشاركوا والذي من الحوار الأخوة الحراك أن يحضروا. بالنسبة لفريقنا نحن عددنا معظم القرارات، تقريبا نحن في الخطوات النهائية عددنا معظم القرارات معظم السياسات، جهزنا تقريبا، باقي نحن نصوت على بعض يعني التصويت على القرارات، أما بالنسبة لهذه تقريبا نحن في المرحلة النهائية. فريق استقلالية الهيئات بدوره ناقش قضيتي الثأر والسلاح كأهم القضايا الهامة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد. اليوم يتم مناقشة تقرير مجموعة الثأر والسلاح للجماعات المسلحة، وهذا التقرير الذي وضع طبعا يتم مناقشتها من جميع الفريق ويضع عليه اللمسات الأخيرة من خلال الملاحظات، كذلك الزيادة أو النقصان، وما تراه لي يعني خدمة حتى يخرج هذا التقرير بمخرج نهائي ويسلم إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني. ومن المقرر أن تقدم فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقاريرها النهائية إلى الجلسة الختامية في مؤتمر الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة. كان واضحا في جلسات اليوم مدى تأثير الحراك الجنوبي على جلسات المؤتمر، ولكن أين وزن القوى الجنوبية الأخرى المشاركة في جميع فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟ مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.